لا، هو الحوثي ما له حيبط، يعني خلينا نكون احنا واضحين. الهدف الاستراتيجي بالدرجه الاولى، في هدف استراتيجي من هذه العمليات وفي هدف عمليات تكتيكي. يعني الهدف الاستراتيجي ينضوي ضمن سياق المحاور، سياسه المحاور والضغط الروسي والايراني ومحاوله اشغال الولايات المتحده الامريكيه، هذا بشكل عام. وممر الطاقه، هذا يعتبر هو ممر الطاقه. تعرف انه الروس يعني احد الافتراضات الاساسيه في معاركهم كانت انهم يرضخون اوروبا بمساله الطاقه والغذاء وكذا، وعندما كان يعني لن ينجح هذا الافتراض فذهبوا الى افريقيا والشرق الاوسط، وهذا لعب الكبار. يعني خلينا نفهمها بالطريقه هذه دكتور احمد. فنعرف احنا لديها حلفاء، ولديها ايضا الحلفاء لديهم ادوات وتكاد تكون متسقه ومرتبطه مع بعض، يعني ضمن شبكه تاثير كبيره، ونشهدها بالفعاليات والعمليات العسكريه. الحوثي يعني تنظيم مسلح يمارس الحرب على مدى 8 سنوات، لديه قواعد عسكريه، لديه صواريخ متقدمه، يعني تمركزات انا اسميها دائما، لانه الصواريخ لن تعد تبرر عبر البحر والبر، بل هناك مصانع للسلاح ذاتها وتنتج من نفس المكان. اي نحن نتكلم عن تمركزات عسكريه تحولت وتطورت الى العراق وسوريا ولبنان واليمن ومناطق اخرى ربما في افريقيا. اذا هنا نتكلم بما انه الهدف موجود، التوجيه موجود، الاستطاعه موجوده، التمكين موجود، سيستمر. لا سيما نقطه مهمه جدا، الرادع الدولي، يعني نعم مجلس الأمن يعني أدان، ولأول مرة مجلس الأمن يدين عمل عسكري يخص نقول الباكج الاستراتيجي، لأنه البحر الأحمر امتداد باب المندب، امتداد الطبيعي بحر عمان ومضيق هرمز، وكذلك يعني قناة السويس. إذا نتكلم عن 60% من التجارة الدولية والنفط والدول الصناعية تتأثر في هذا الموقف. هذا جانب استراتيجي، وهذا التوجيه التكتيكي والعمليات اللي يقوم بالحوثي هو جزء من بلانينج أو خطط استراتيجية كبرى تتعلق بالصراع الكبار بالدرجة الأولى، وبنفس الوقت تخفيف الضغط على غزة، لأنه أصلا الحرب في غزة هي جزء من هذه الشبكة اللي تكلمنا عنها.